كما ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والبترول والتموين والكهرباء والمالية والتعاون الدولي والاستثمار، وتم مراجعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادي خلال الاجتماع وعرض لأهم المشروعات المطروحة من خلاله. لمزيد من التفاصيل السفير حسام القويش متحدثا باسم مجلس الوزراء وباسم المؤتمر الاقتصادي، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، تحياتي. تحياتنا يا فندم، وربنا معاكم في مجهودات الأيام والساعات الأخيرة قبل هذا الحدث الهام والمشروع أو المؤتمر عفوا اللي بيعد بمثابة مشروع قومي لمصر المستقبل بإذن الله. ممكن نسألك عن مقدمات الوفود اللي بدأت توصل لشرم الشيخ؟ يعني حتى الآن ممثلين عن 80 دولة سوف يشاركوا في المؤتمر، ومنهم 25 على مستوى رئيس أو ملك أو أمير لدولة، وقد بدأت بعض الوفود مقدمات بعض الوفود في الوصول، ولكن أستطيع أؤكد أن على سبيل المثال الحضور على المستوى الرئاسي من جانب أمير الكويت وملك الأردن، البحرين، فلسطين، اليمن، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية المهمة، السنغال، توجو، تنزانيا، غينيا الاستوائية، بالإضافة أيضا إلى ممثلين ورؤساء عن مؤسسات التمويل الدولية، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، رئيس بنك التنمية الإفريقية، مديرة صندوق النقد الدولي، سكرتير عام الكوميسا، المدير التنفيذي لمنتدى ديفوس، عدد كبير من الشخصيات الممثلة عن المؤسسات العالمية، جنرال إلكتريك، سيمنز، كوكاكولا العالمية، بالإضافة إلى تمثيل سياسي رفيع المستوى، وزير خارجية الولايات المتحدة، وزير خارجية بريطانيا، رئيس وزراء لبنان، وزير مالية فرنسا. يعني في الحقيقة هناك حضور رفيع المستوى سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على مستوى مؤسسات التمويل والمؤسسات المالية والنقدية. الحمد لله. ممكن نسألك عن آخر الاستعدادات في اللحظات يعني الأخيرة أو في الساعات الأخيرة اللي تم بحثها اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وفي نفس الوقت إذا كان في يعني أي عناصر للقلق، يعني ايه اللي ناقشتوه او طرحتوه، ايه المشاكل اللي ممكن تتصوروا انها تكون معوقات، يعني مجمل مدار في الاجتماع. يعني راجع الاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اخر الاستعدادات التي تمت في اطار التحضير للمؤتمر، سواء كانت الاستعدادات اللوجستية داخل مدينة شرم الشيخ، والسيد رئيس الوزراء كان له زيارة الأسبوع الماضي إلى مدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها كافة الاستعدادات على اللوجستية على الصعيد الأمني، الصعيد الصحي والطبي، الاستعدادات داخل القاعة الرئيسية لمركز المؤتمرات الذي سيستقبل الوفود، الأماكن المختلفة للإقامة، رفع كفاءة الطرق والتجميل داخل مدينة شرم الشيخ. وبالفعل اليوم اكتملت كافة الاستعدادات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستعدادات الموضوعية الخاصة بالمشروعات التي سيتم عرضها، حيث من المقرر أن يتم عرض 22 مشروعا حكوميا بدراسات جدوى أعدتها بنوك الاستثمار المصري، بحيث تعرض على المستثمرين بتلك المشروعات مكتملة الأركان، مكتملة العناصر من حيث دراسة الجدوى، بحيث يستطيع المستثمر أو البنك الوقوف بكل سهولة على مكان المشروع، الجدوى الاقتصادية المتوقعة منه، مدة التنفيذ وموقع هذا المشروع من البرامج والخطط التنموية المصرية. يعني الحمد لله الاستعداد للمؤتمر سواء كان في الجانب اللوجستي أو الجانب الفني والموضوعي يعني قد اكتمل، وليس هناك ما يبدو لنا انه في اي معوقات، وان شاء الله ان يكون نقطه مهمه في عوده مصر لخارطه الاستثمار العالمي وفي تنفيذ الخطه الحكوميه الموضوعه بالاتفاق على عدد مهم من المشروعات سواء كانت خدميه او مشروعات انتاجيه. ان شاء الله. واحنا يعني كنا في مداخله النهارده في تغطيتنا الاخباريه الحاليه الان في جولتها الاولى مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والحقيقه ان هو يعني اشار الى كامل استعداد المدينه انها انهت كل استعداداتها بالتزيين والتجمل والجداريات والتشجير ويعني تهيئه الطرق لاستقبال كل هذه الوفود الهامه. ولكن حضرتك أشرت أنه على الصعيد اللوجستي انتهيتوا من كافة الإجراءات، هل في اللحظات الأخيرة
يعني في صعيد ما انتوا بتعملوا عليه حاليا، حاجه تحب توصلها لنا اجمالا بعد ما انتهيتوا من اخر مؤتمراتكم ربما للبحث في التحضير للمؤتمر، ممكن تقول لنا يعني النتيجه اللي خلصنا اليها، ايه الكلمه اللي عايز تقولها النهارده واحنا يعني بنستعد لاستقبال هذه الوفود الهامه في مصر؟ يعني الشيء المهم ان يكون النظر الى هذا المؤتمر وهذه المناسبه الهامه على انها تمثل صحيح ركن اساسي في خطه الحكومه وبرنامجها، ولكن هي خطوة أساسية على طريق مستمر. كان للحكومة خطوات وإنجازات مهمة كبيرة قبل المؤتمر، وإن شاء الله خلال المؤتمر سيتم اتخاذ خطوات مهمة، ولكن ستستمر أيضا فيما بعد المؤتمر الخطوات اللي بتقوم بها الحكومة، سواء من حيث إصلاحات بتقوم بها على الصعيد النقدي والمالي وعلى صعيد الضمان الاجتماعي، ومشروعات كبيرة ستقدم سواء سيتم خلال المؤتمر أو بعد المؤتمر. المؤتمر خطوة هامة في عودة مصر لخريطة الاستثمار العالمي، في خلق فرص وظائف للمصريين، في زيادة إنتاج عدد كبير من السلع، في دخول تكنولوجيا جديدة بصناعات جديدة داخل السوق المصري مثل صناعة الشمسية بصيغة متطورة، ولكن إن شاء الله بيكون في عمل مهم داخل وعمل أيضا مهم مستمر لما بعد المؤتمر. آخر استعدادات أيضا اللوجستية، أن هناك عدد كبير من المشاركين على رفيع المستوى أكدوا حضورهم مساء أمس، وكان لهم رغبة في يكون لهم كلمات في اليوم الافتتاحي، فالحمد لله في حضور كبير وفي مشاركة كبيرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي داخل المؤتمر وطوال أيام المؤتمر الثلاثة، وإن شاء الله يعني تواجد القناة بتاعت حضرتك معنا هناك، وسيكون هناك في تغطية كبيرة لكل فعاليات المؤتمر، بداية من مؤتمر صحفي في الفترة الصباحية بيوجد فيه ما سيتم من برنامج خلال اليوم، وهناك مؤتمر أيضا بحضور خمسة من السادة الوزراء مساء عصر كل يوم، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي كبير في نهاية اليوم نعلن فيه ما تم إنجازه خلال هذا اليوم. إن شاء الله بالتوفيق رب بلدنا. أشكرك جدا السفير حسام القويش، متحدثا باسم مجلس الوزراء وباسم مؤتمر دعم اقتصاد مصر في شرم الشيخ. بإذن الله يكون المؤتمر موفق، وإحنا في الأيام الأخيرة إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله.